الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم الي سامبل كندا. الموضوع اللي غادي نطرقوا ليه اليوم موضوع اللي ما عندوش علاقه بالهجره ولكن فرض علينا راسه. ففي الاثناء اللي انا كنساعد فيهم باش نسجل لكم واحد المقارنه ما بين الاجراءات اللي اتخذتها المغرب، وانا فخوره بالمجهود اللي بذلته بلادي في مواجهه فيروس كورونا، نقارن دوك الاجراءات مع الاجراءات اللي اتخذتهم هنايا كندا. تفاجات باتصال هاتفي جاني من الدوار ديالنا، من البلاد ديالنا اللي هي الاصل ديالي، وتصدمت صراحه بداك الاتصال الهاتفي لانه جاني من الناس اللي هما عايشين واحد الحاله ديال الذعر وواحد الحاله ديال الخوف في هاد الاثناء هادي اللي ما نقدرش نوصفها لكم. فهاد الناس كيعانيو هجوم مجموعه او عصابه ديال الرعاه الرحال اللي هجموا على الدواوير، استغلوا هاد الفرصه هادي ان الناس محترمين القانون وجالسين في ديورهم كما طلبت منهم الحكومه المغربيه، بما طلب منهم ملك البلاد، التزموا بالقانون، التزموا بكل ما هو مطلوب منهم وجلسوا في ديورهم الا كيتعرضوا لواحد الهجوم اللي هو كيفاش غادي نوصفه لكم. فخليكم تشوفوا الفيديو. كيف ما شاهدتوا في هذا الفيديو هذا مجموعه ديال الرحال جايبين معهم جيوش وجيوش من الماعز والاغنام هاجمين على الاراضي ديال الناس، الاراضي الخاصه ديال الناس اللي هما كيستغلوها، عندهم اشجار ديال اللوز ديالهم، عندهم البساتين ديالهم، وهما هاجمين عليهم وكي الاغنام ديالهم كيرعاوها في الاراضي ديالهم. فالسؤال اللي كنوجهو فيما يخص هذا الشيء ديال ان هاد الرعاه هادو يجيو ويهجموا على هاد الدواوير هادو، كنوجه واحد السؤال للحكومه المغربيه وكذلك العاهل المغربي، وهو واش هاد العصابه هادي ديال الرعاه ما كيطبقش عليها القانون في البلاد، ولا القانون موجود غير يطبقوه للمساكين والناس اللي هما داخلين سوق ريوسهم هما اللي يطبقوه صافي؟ لان هاد الرعاه هادو اللي تجرؤوا هضر معاهم هادشي قبل، لان المشكل من شحال هادي هو بادي، ولكن هادي اول خطره في التاريخ كتم ان هاد الرعاه هادو كيوصلوا لمنطقه ادرار. فالناس اللي كيعرفوا المنطقه غادي يعرفوا بان دائما عندهم مشاكل، حدهم حد اذا قنيديف وحدهم حد ارغ ودوك النواحي. اول خطره اللي كيطلعوا من تنزخت، يعني كيدوزوا على واحد المجموعه ديال الدواوير، كيدوزوا على امزخسان وهما طالعين مع تنزخت، الان وصلوا لثالث سن. المشكل الكبير اللي دابا وقع وهو انهم محاصرين دوار في تودما، يعني دوار اللي هو ثالث سن جاء ما بين تودما وما بين إيساغن، يعني الناس ديال هاد الدوار هادو اللي خرج فيهم تيضربوه راه واحد السيد مصاب. وهنا كنطرح تساؤل اخر على المسؤولين في البلاد، كيف يعقل ان في هاد الفتره هادي وفي بلد حر تتم محاصره دوار كامل من واحد المجموعه ديال، ولا نقولوا من واحد العصابه، واللي تحدت مع هاد العصابه هادي او اللي تقرب منهم او اللي حاول انه يهضر معاهم كيقولوا ليه حنا
كنتمشاو بأمر جلالة الملك. هذا الشيء اللي صرحوا به السكان ديال المنطقة، وهذا الشيء اللي كيجي في المجموعة ديال الفيديوهات وفي المجموعة ديال الأحاديث اللي قالوها مجموعة ديال المسؤولين اللي حاولوا أنهم يتفاوضوا مع العثماني وكذلك مع أخنوش. فأنا غتسمحوا لي، أنا ما عنديش علم كبير بالتدرج في الحكومة المغربية، أنا عارفة بأن العثماني هو الوزير الأول، وعارفة أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وقيلة اللي هو من تفراوت، يعني كيعرف المنطقة. ورغم ذلك فلحد الآن ما قام حتى مجهود في هذا الملف. هذا نورمالمون بكونوا أمازيغي، بكونوا أنه إنسان عنده واحد الكرسي المسؤولية، يعني خصو يبذل مجهوده باش يحل واحد الملف اللي هو شائك. فانه توصل الامر ان دوار كامل يتم احتجاز ديال السكان ديالو، فهذا لا يعقل، لا يعقل. شيء اللي هو ضرني في خاطري بزاف. والان هاد الناس هادو، هاد الرعاة هادو، هما راه غاديين متواجدين حدا تالتمس في الحدود ما بين تالتمس وإدلس، وغادي يمشيو يدوزو الدوار ديال ادلس. اشنو كاين في دوك الدواوير؟ لا ادلس، لا تيفيرت، لا انامر، لا ماغوست، ليون، ولا الا مشاو من الطريق الاخرى، يعني مشاو من الطريق ديال مرقن والتيقي. اشنو كاين في دوك الدواوير؟ اما فيهم غير الناس الكبار العجزه، الناس الكبار العجزه والنساء، النساء هما اللي كاينين تمايا. الرجال قليل فاش كيكونوا في دوك الدواوير، كيكون راجل في دوار، واغلب الاحيان تيكون يا اما راجل كبير يا اما شي دري صغير. واش هادو هما اللي غادي يدافعوا على ديورهم؟ اغلبيتهم دابا راه كيموتوا بالخلعه. وهل يعقل بان هاد الفتره هادي هاد الناس هادو ما عندهمش الحق في الامان؟ وهاد المناطق هادي هي معروفة بأنها المغرب المنسي، أو أعمق ما هو منسي في المغرب. فما فيهمش حتى بنية تحتية، ما كيعرفوش عمرهم وصلتهم شي حاجة متعلقة بالمبادرات اللي احنا سمعنا عليهم في الإعلام المقري والمكتوب، لا من مبادرة تنموية ولا من غيرهم. فسمحوا لي، انا ما عارفاش انا الاسماء ديال هاد المبادرات، ولكن انا سمعت بانه في المغرب كانوا ولا مازالين لحد الان مبادرات لتنميه العالم القروي. فهاد الدواوير هادو فين عمرهم استفدوا من شي حاجه؟ الا كانت ان الطريق الوحيده اللي كاينه تما دوزها الاستعمار الفرنسي، داز في ايامات الاستعمار الفرنسي، مع العلم بان الاستعمار الفرنسي ما وصلش لديك المنطقه هذيك، لان ديك المنطقه كانت معروفه فيها الرجال الله يرحمهم، واللي مازالين عايشين رجال حتى هما، غير هما خرجوا كيقلبوا على الطرف ديال الخبز ديالهم. فمنهم اللي هما حالين الحوانت وخدامين لا في الدار البيضاء ولا في الرباط وغيرهم، وهازين الاقتصاد الوطني. فالاخرين بحالنا حنا خارجين وهازين بعلام بلادنا، وكنعرفوا بلادنا وفرحانين ببلادنا، ومنين كنرجعوا ولا منين حنا نيت هنا كنساهموا في التنميه ديال بلادنا بالعمله الصعبه. إذن هاد المناطق هادو كيلعبوا دور مهم جدا في الاقتصاد الوطني، ورغم ذلك مسامحين في حقهم، يعني ما عندهم حتى شي حاجه، لا سبيطارات، كاين المستشفى او اللي نقدروا اقليمي مستشفى صغير كاين تما، كاين في السوق ديال الاثنين ديال تودما، كيجي ليه الفرم اللي خطره في الاسبوع ومره على شحال، ولا مشيتي ليه مجروح ولا مضروب ولا عندك شي حاجه فما غتلقاش فيه الدواء. كنقولوا الحمد لله وكنشكروه. كيطلعوا الناس لتفراوت وكيمشيو للخميسي دا قنيطيف ويطلعوا للايت بها. الطريق اللي كاينه كيكونوا مدوزين هادوك اللي داخل الدواوير اللي هما صغار، مدوزينها للجمعيات، يعني الجمعيات يعني كنهضر على الناس ديال المنطقه والناس اللي خارج المنطقه، هادو هما اللي كيعملوا على التنميه ديال دوك الدواوير كلهم. جيتي الماء ما كاينش، مع دابا نيت راه ما طاح الشتاء، دابا جاوهم الرحال جايبين معاهم المعز ديالهم باش يكملوا على اللي بقى، على داك الشويه ديال الاعشاب اللي كيتنفعوا منها العيالات اللي عايشين تما، اللي كيجمعوا كيحيدوا ازوكني واخصكني، يعني الزعتر ودوك الاعشاب الطبيعيه اللي كيبيعوهم في الاسواق هذاك باش كيتمعشوا العيالات تما. يعني دابا غادي يدوزوا هاد الاغنام هادو ولا هاد المعز ولا شنو كاع هاد الشيء، غادي يحيدوا كاع هاد، اش غيديروا دوك العيالات؟
يجيو يسعاو يتخو على يزيدوا المدن، يتم تهجير السكان. حنا ما كليناش عارفين المخططات فين غادا. اضيف الى انه في السنوات الاخيره كنظن في الثمانينات الناس كانت عندهم الزراعه ديالهم عايشين الحمد لله، الا انه على حسب ما بين قوسين تخطيطات كبوا لهم الخنزير البري تمايا، والان هما جاوا الرعاة. اذا هاد الناس هادو اللي ما كيطالبوا حتى شي حاجه، ما كيتوصلوا حتى شي حاجه، طالبين الامان الامان وما لقاوش، جالسين في ديورهم، جالسين في دواورهم، محترمين القانون. قالوا ليهم ما تخرجوش، ما كيخرجوش، يمشي واحد من الدوار هو اللي كيتقدى ولا كيعطيو المقدم ولا شنو سميتو، هو اللي كيتقدى لهم من الدوار نهار السوق، يعني محترمين القانون. والرعاة غنعاود ناكدها وعاود نقولها، هما ما عليهمش القانون ديال الحجر الصحي، هما ما كيسيركليوش، ما عندهمش شي بابي سيركليو به الا كانوا الناس في المدن، في المدن ديال المغرب. انا العائله ديالي في المدينه، اللي ما عندوش الورقه ما كيخرج، ولا خرج بلا ديك الورقه كتادي ضعيره ولا ضريبه ولا شنو كتقولوا ليها. هادوك اش كياديو؟ الترامي على الاراضي ديال عباد الله، تخويف الساكنه اللي هضر معاهم. حنا كنتنقلوا عاش الملك، حتى حنا عاش الملك، عاش الملك الله يخليه لينا والله يحفظه لينا، ولكن باغيين نامن الناس ديالنا. ماشي حنا عايشين هنايا في الغربه، ما حيتنا العائلاتنا اللي كاينين في المدينه شنو صاير بهم، ما حيتنا الناس ديال الدوار ديالنا شنو غادي نديرو؟ وهذوك بالاخص هذوك الناس، هذوك العائلات ديالنا في المدينه مازال الحمد لله كاين، مازال الامن وكاين المخزن. تما واش ما كاينش المخزن؟ بغيت غير نعرف واش هذيك البلاد، يعني ملي كنقول على البلاد يعني كنهضر على تمازيرت، واش تمازيرت بهذا التصرف ديال هاد الرعاة هادو، واش رجعنا للسيبا؟ واش ما كاينش المخزن اللي يوقفهم عند الحد ديالهم؟ تيقول لك لا حق جا القايد هضر معاهم. اش من جا القايد هضر معاهم؟ ما كاينش السلطه. اشنو هو الدور، اشنو هو الدور ديال الدوله، اشنو هو الدور الاسمى ديال الدوله اللي ما الا ما كتقومش بداك الدور؟ وهذا الشيء راه كاين في المعاهدات الدوليه كلهم، ان الدوله اللي ما كتقومش بواحد الدور راه لا اله الا الله. بلا ما ندخلوا في التفاصيل وندخلوا في اشياء عندها علاقه نيت مع القناه ديال الهجره، ما باغاش نتطرق ليها. يعني الدور الاساسي ديال الدوله وهو الحمايه، تقديم الامن. الدوله اللي ما كتحميكش حاجه اخرى. اذا هاد الناس هادو اللي عايشين تما في البلاد الان في الدوار، العيالات غنعاود نذكرها، العيالات الكبار راه كاينه اباصفي، راه كاينه عمتي زين، عمتي زين راه قريبه المئة سنه، غادي يدوزوا تشوف هادوك الرحاله دايزين قدامها وهادوك العصابات وداك الشيء مع غاديين بالطوموبيلات والمواطر، وهذا راه غادي يسكت ليها القلب. يعني كاع ما غتسنى كورونا باش تموت، الله يطول ليها في العمر. اذا هاد الناس هادو اللي كاينين تما ما حيلتهم الكورونا، ما حيلتهم الرحال. كيف يعقل بانه تسمح لهم السلطات على انهم يمشيوا للاراضي ديال عباد الله؟ كيف يعقل ان السلطات تسمح لهم انهم يطلعوا لديك المنطقه هذيك؟ كيف يعقل؟ ما كاينش جندرم في الطريق، علاش خلوهم يطلعوا للدواور اللي عارفين فيهم الديور؟ الناس مسافرين، الناس مسافرين ومخليهم ديورهم. يعني اللي تسرقات ليه شي حاجه لمن غادي يحمل المسؤوليه؟ حنا عارفين بان الناس عندهم سوابق في الاغتصاب، حنا ديجا دابا راه مغتصبين الارض عساك دابا حنايا بنادم. يعني رغم ذلك فما كاينش شي واحد اللي تحرك ولا شي واحد اللي قام بالدور ديالو ولا شي واحد اللي جا وقال لهم حبسوا. واش كيتسناو حتى هاد الناس هادو يموتوا ولا شنو؟ كيف يعقل ان حنايا في شهر 4 في 2020 وفي الدوله ديال الحق والقانون، في الدوله ديال المغرب دوار محاصر محاصرينه هو واحد المجموعه، واحد العصابه ديال الرعاه؟ علاش محاصرين الناس؟ حيت قالوا لهم ما تسرحوش لينا في الارض ديالنا. الا كان هذا 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 عدل فلا اله الا الله محمد رسول الله. فانا هذا الشيء عمري ما شفتو في حتى شي بلاصه. ولمن غادي يتجهوا هاد الناس هادو؟ لمن غادي يقولوا هو معتصمه ويجي يجري باش يغيتهم؟ شكون؟
فانا اللي كنعرف واللي عقلي عليه واللي شفتو بعينيا وهو انه في اي مدرسه تما في اي معروف من تيتجمعوا الناس وكيدعيو كيدعيو مع الدوله المغربيه وكيدعيو مع جلاله الملك في المدرسه العتيقه في اي صلاه مدرسه ديال الاساق نراها معروفه عند جميع الناس في المنطقه تمايا اي صلاه كيدعيو فيها مع الملك وكيدعيو فيها مع البلاد ليستبد الامن والامان في البلاد وهما في ديورهم ما حاسينش بالامن ما قادرينش حتى كيفاش يخرجوا ياخذوا الحطب باش يطيبوا ماكلتهم ما قادرينش حتى كيفاش يخرجوا يجيبوا الماء باش يطيبوا ماكلتهم محاصرين في ديورهم واش هذه معقوله واش كاين شي ظلم اكثر من هذا وقتاش غادي تدخل الدوله المغربيه وتحل هذا المشكل هذا الشائك وقتاش الدوله المغربيه غادي تدخل وترد الاعتبار لهاد الساكنه هادو ولا هاد الناس هادو ما كتعرفوهم غير في الانتخابات ما عرفت واش الدجاجه ولا ما عرفت علاش منتخبين تما انا ما عنديش معلومات على من منتخبين تما ولا على الاحزاب اللي كاينين تما ولكن هادو ما تيكونوش مواطنين حتى كتكون الانتخابات ولا منين غادي تكون جمعوا شي حاجه راه غادي يبنيو البلاصه الفلان فلانيه ولا غادي يديروا الحاجه الفلان فلانيه ديك الساعه تيكونوا مواطنين ولكن منين تيكونوا محتاجين للحمايه منين تيكونوا محتاجين لشي خدمه من الخدمات ما تيكونوش مواطنين فانا على يقين تام الا ما تمش التدخل السريع باش يتفك الاثر ديال هاد الدوار اللي محاصر في ديك المنطقه ويتم حل ديال هاد المشكل هذا فتقدر الاشياء انها تحول لشي حاجه اللي هي كبيره حيت هذا ظلم ما قبلو حتى شي واحد حيت هاد العصابه هذه ديال الرحال الا داز هاد الخطره من الطريق وداز من الدواوير هاد الخطره غير خطره وحده فكونوا على يقين على انهم غادي يرجعوا كل سنه ولا غادي يرجعوا دائما ولا يقدروا يمشيوا لشي دوار لانهم ما كيخرجوا من الدوار حتى كيخليوه بحال الا داز فيه الجراد ما بقى فيه حتى شي حاجه ما بقى فيه باش يتنفعوا الناس اللي فيه فباش غادي يدوزوا هاد الناس هادو ديجا ما كاينش الشتا ما طايحاش الشتا كاين الجفاف باش غادي يعيشوا شكون غادي يعتقهم الا كل خطره كيرجعوا هاد الرحال وكيدوزوا من الطريق وكيدوزوا من الدواوير اللي هي الاراضي كلها ديال مواليها ما فيهاش ماشي مراعي اراضي خاصه ملكيه خاصه ديال الناس في هانيت الاراضي ديالنا حنايا شنو غادي يديروا هاد الناس هادو غادي يبقاو هادوك الرحال كل خطره كيدوزو كل غادي يولي حق مكتسب كونوا على يقين هاد الكلام هذا كنوجهو للناس ديال الدوار ديالنا والناس ديال المنطقه كونوا على يقين بانهم الا دازوا غير خطره وحده غادي يبقاو دائما كيرجعوا يدوزوا من نفس البلاصه وغيبقاو كل عام غادي تزرعوا تتوصل هاد الوقيته ويدوزوا لكم ياكلوا لكم الزرع ديالكم ويخليوكم الله كريم كما كيقولوا فهاد الموضوع هذا خصو يتحل دابا كنتمنى اخواني اخواتي انني ما طولتش عليكم ولا ثقلت عليكم لكن هذه حاجه اللي هي ضرتني في خاطري بزاف وانتم عارفين راه الالاف الكيلومترات ما بيني وما بين المغرب الالاف الكيلومترات ما بيني وما بين البلاد ورغم ذلك فهي بلادي وهي في قلبي والارض ديالنا تما يعني انا ما غنتنازلش عليها ما غنتنازلش على الدفاع على البلاد ديالي وعلى الدفاع على الناس ديالي اللي هما كاملين عائلتي وكلهم كنشكرهم وكلهم من هذا المنبر هذا كنوجه لهم تحيه خاصه وكنتمنى ان هذا المشكل هذا يتم بلا ما يضر فيهم حتى شي واحد واخا انني شاكه لان الا كانوا هاد الناس مسالمين الناس ديال الدواور ديالنا الناس ديال الاساق الناس ديال تودما كلهم ناس مسالمين ولكن الاخر العصابه معروفين بانهم غير مسالمين معروفين على انهم كيأديو معروفين على انهم راكم الا رجعتوا للجرائد ورجعتوا لداكشي القديم غادي تلقاو الجرائم اللي ارتكبوها فكنتمنى انها تكون هذه اخر خطره اللي وصلوا فيها النواحي ديالنا كاملين وكنتمنى بان الدوله المغربيه تدخل وتلقى الحل كنشكركم اخواني اخواتي على المتابعه وكنوجه واحد الرساله للناس ديال الدوار ديالنا غتسمحوا لي غادي نقولها بالامازيغيه ايتما ديسما رونتيني كوني عاون ربي
كون يعاون ربي العواشر ياد تسن مني توري لونزار وري لا والو، ولكن الشغله ديالي وانت دا ربي ما تسكرم ابلا اترى من العقل سيقويا نون. كون يعاون ربي اكون يحفظ ربي هدي ربي سلم لهنا اتمازيرتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.